كلمة Workspace بتعني ترتيب البانلز والقوائم والكيبورد شورت كاتس أو اختصارات لوحة المفاتيح بالشكل اللي يناسب الغرض اللي بستخدم الفوتوشوب علشان. يعني مثلا لو أنا بستخدم الفوتوشوب للدعاية والإعلان، أكيد شكل وترتيب البانلز هيكون متغير لو أنا بستخدمه في تصميم المواقع أو أي غرض تاني. وعشان نعرف يعني إيه Workspace، هنتعرف الأول على مجموعة الـ Workspaces سابقة الإعداد الموجودة في الفوتوشوب. هروح للـ Workspace Switcher والموجود بأعلى الواجهة الرئيسية للبرنامج. هلاقي السهم المزدوج ده، لما هضغط عليه هتظهر لي قايمة موجود فيها كل الـ Workspaces سابقة الإعداد الموجودة في الفوتوشوب. بختار منها الـ Workspace اللي تناسبني، وبلاحظ إن في علامة صح بجانب Workspace معينة، ده معناه إن هي دي الـ Workspace اللي أنا بشتغل بيها دلوقتي. ولما أختار Workspace تانية مثلا زي Photography، هلاحظ إن البانلز الموجودة اتغيرت وترتيبها كمان اتغير. ومن الإضافات الجديدة في الفوتوشوب CS5 إني ممكن أشوف الورك سبيسز الموجودة عندي على شكل تابس، واللي بقدر أشوفها كلها لما بسحب الخط ده كده واتنقل فيما بينها لما بضغط عليها بالشكل ده. وبلاحظ إن عندي ورك سبيس اسمها New in CS5. لما بختارها بتظهر لي البانلز الجديدة اللي تم إضافتها في الفوتوشوب CS5، وكمان لما بروح للقوائم مثلا رحت لقائمة ويندو بلاحظ إن في هايلايت أزرق على أمر معين، ده معناه إن الأمر ده جديد وما كانش موجود في الإصدارات السابقة من البرنامج. وقبل ما أقول إزاي هعمل ورك سبيس جديدة، هعمل كيبورد شورت كات جديد لأمر من الأوامر، وهعمل تعديل في أحد القوائم، وهحفظ التغييرات اللي أنا عملتها دي. هرجع للـ Workspace Essential وأروح لقائمة Edit Keyboard Shortcuts. هيظهر لي الديالوج بوكس الخاص بالـ Keyboard Shortcuts and Menus Editor. أنا هنا هشتغل على الـ Keyboard Shortcut، واللي بقدر اتحكم من خلاله في اعدادات القوائم والكيبورد شورت كات زي ما هشوف دلوقتي ان شاء الله. هروح لقائمه image mode grayscale. لما هضغط كليك هتظهر لي مساحه للكتابه، هكتب فيها الكيبورد شورت كات الجديد اللي عايز اضيفه. هكتب مثلا كنترول جي، هلاقي علامه تحذيريه. بتقول لي ايه العلامه التحذيريه دي؟ بتقولي ان الكيبورد شورت كات ده مستخدم بالفعل. هقول لا انا معلش انا هعمل اندو وهكتب كيبورد شورت كات جديد، وليكن مثلا كنترول كوما او كنترول واو. مش هلاقي اي علامه تحذيريه زي اللي ظهرت المره اللي فاتت، وهقول له اكسبت اوكي. لما هروح دلوقتي لقائمه ايمج مود جراي سكيل، هلاقي ان بجنب الجراي سكيل الكيبورد شورت كات جديد اللي انا عملته. هروح المره دي لقائمه اديت، لكن هروح لمنيوز. هيظهر لي نفس الدايلوج بوكس السابق، ولكن المره دي انا هعمل تعديل في منيو معينه او قائمه معينه. برضو نفس الامر اللي انا اشتغلت عليه ايمج في قائمه ايمج مود مثلا جراي سكيل. بلاحظ ان في علامه زي دي، ده معناه ان دي سب منيو او قائمه فرعيه داخل القائمه الاساسيه بتاعتي. عندي ايكون العين، واللي بقدر اتحكم فيه اني اظهر او اخفي الامر ده من القائمه دي. وعندي اللون او الكالر اللي بقدر ادي هايلايت او لون مميز للامر ده، مثلا اختار بلو وهقول له اوكي. لما هروح لقائمة image mode هلاقي ان في هايلايت ازرق موجود تحت علامة الجراي سكيل اللي انا اخترتها. بالمناسبة انا بقدر ارجع كل شيء لاصله لما بروح لقائمة edit والكيبورد شورت كات. لما بضغط alt لاحظوا الكانسل بوتن ده بيظهر لي بيتحول بشكل مؤقت لريسيت او إعادة الإعدادات الافتراضية بتاعة الفوتوشوب. لما أقول له reset مثلا
اختفى الكيبورد شورت كات. نفس الفكرة في المينيوز، لما اقول له لما بضغط Alt Reset رجع كل شيء زي ما كان للإعدادات الافتراضية بتاعة الفوتوشوب. هبدأ دلوقتي أعمل Workspace جديدة، هقفل كل البانلز اللي عندي بإني ممكن أقفلها بالشكل ده Close Tab Group، أو إني بسحبها من الخط المنقط ده ومن علامة الإكس دي بقفلها. وهبدأ في اختيار البانلز اللي أنا عايزها من قائمة ويندو، مثلا اختار adjustment، وهختار ال information، وهختار ال layers، وهختار ال swatches. وهبدأ أرتب البانلز دي بالشكل اللي يناسبني، يعني مثلا أنا حابب إن الماسك بانل والأدجستمنت بانل ما يبقوش في بانل جروب واحدة. هروح أمسك التاب بتاع الماسك بانل أخرجها بالشكل ده، إنما هخليهم دوكت بشكل رأسي. لما أجيب أمسك البانل بتاعتي بالشكل ده وأقربها من أسفل البانل دي كده، هلاقيها إن بيحصل حاجتين، بيظهر ظل أزرق زي ده كده، وشفافية البانل اللي أنا ماسكها بتقل. ملاحظين إيه اللي حصل؟ بقى هما الاتنين ضغط أو مدمجين مع بعض بشكل رأسي. بمسكها أدمجها مع الواجهة الرئيسية كده وأحولهم للأيكونيك مود من هنا، وابدا ارتب البانلز بتاعتي بالشكل ده هكذا. وحابب ان اللاير بانل تكون في عمود لوحدها كده بالشكل ده. في طريقتين اعمل بيهم سيف للورك سبيس بتاعتي، اما اني بروح للورك سبيس سويتشر واضغط على السهم المزدوج ده واختار New Workspace، او اني اروح لقائمة ويندو Workspace New Workspace واختار لها اسم مثلا وليكن New، واعمل تشيك على الاختيارين دول. الاختيارين دول معناهم اني احافظ على اي تعديل انا عملته في الكيبورد شورت كاتس او المنيوز، واقول له Save. لما هروح للورك سبيس سويتشر هلاقي ان بقى عندي ورك سبيس جديدة اسمها نيو. لو اتنقلت بين اخترت ورك سبيس مثلا جديدة كده او كده واجي اختار نيو، هلاقي نفس الورك سبيس بالترتيب اللي انا عملته وبالتنظيم اللي انا عملته. بكده اكون خلصت شرح الواجهة الرئيسية، وفي الفيديو اللي جاي ان شاء الله هبدأ اتكلم عن الادوبي بريدج.